هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم مشاهدينا إلى جلسة الأعمال من سين بي سي عربية. أترافق أنا وإياكم اليوم حفيظة البشاري، ونبدأ جلسة الأعمال بأبرز العناوين. 139 مشروعا بمجال البتروكيماويات بالخليج في 9 سنوات بقيمة تقدر ب 215 مليار دولار أمريكي. جهاز أبو ظبي للاستثمار يشتري نحو 17% من سكوتشيا غاز البريطانية بقيمة 2,800,000,000 درهم، وأدنوك الإماراتية تدمج 3 شركات بهدف تحسين الكفاءة. في أحدث دخول لشركة هواتف أجنبية إلى طهران بعد رفع العقوبة، فودافون البريطانية تشارك هايويب الإيرانية لتحديث شبكتها. نبدأ جلسة الأعمال مشاهدينا بقطاع الاتصالات. كشف تقرير متخصص عن بلوغ نسبة المعاملات عبر الأجهزة النقالة في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بنسبة 43%، أنه أكبر من المعدل العالمي الذي يبلغ نسبة 39%. واحتلت معاملات الأجهزة النقالة في منطقة الخليج المرتبة الرابعة كأعلى حصة عالميا، أي أنها تأتي بعد اليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. لنتابع. بينما تعتبر دول الخليج أكثر البلدان العربية تطورا في البنى التحتية للاتصالات، فهي كذلك الأكثر تعاملا عبر الهواتف النقالة وشبكة الإنترنت. وبحسب تقرير صادر عن كريتيو لتكنولوجيا تسويق الأداء، فقد احتلت معاملات الأجهزة النقالة في منطقة الخليج المرتبة الرابعة عالميا، خاصة في السعودية ذات الاقتصاد الخليجي الأضخم، حيث تشهد التجارة الإلكترونية فيها انتشارا واسعا. بناء على الأرقام الموجودة الحالية والتقريبية كذلك، أن مستخدمي الإنترنت يفوقون 13 مليون مستخدم بالسعودية، منهم فقط 18% من مستخدمين التجارة الإلكترونية كأشخاص يشترون أو أفراد يقومون بالشراء الإلكتروني، مما حدى كذلك بالتجار ورواد الأعمال للدخول في مجال التجارة الإلكترونية. أيضا البنية التحتية للاتصالات وشركات الاتصالات ساعدت وساهمت كثير في التحفيز لرائد الأعمال أو رائدة الأعمال أنهم يدخلون في التجارة الإلكترونية وبناء المتاجر الإلكترونية، لا سيما العدد في تزايد الآن من ناحية الشراء ومن ناحية كذلك التعاملات الإلكترونية. من ناحية أخرى أيضا السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي خلقت بيئة خصبة للبيع والشراء من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. ورغم وجود إشكاليات في التشريعات، إلا أن التجارة الإلكترونية في السعودية إلى نمو مستمر، وتحاول الشركات من خارج المملكة خاصة الاستفادة من هذه السوق، وهو ما يتطلب تذليل الصعوبات ومضاعفة الاستثمارات المحلية في التجارة الإلكترونية، والتي يتوقع أن يتضاعف حجمها في السعودية 3 أضعاف خلال السنوات الأربع القادمة. حجم التجارة الإلكترونية في السعودية في عام 2015 ما يقارب 6,500,000,000 دولار. راح يكون في نمو في التجارة الإلكترونية في عام 2020، راح توصل 22 مليار دولار. النمو هذا يعتبر نمو كبير جدا. عشان يكون عندك نمو في قطاع زي كذا، لازم يكون في تحديات تواجه القطاع. طبعا البنية التحتية بالسعودية الآن يحتاج لها دعم أو تطوير. لو تكلمنا عن أبرز التحديات اللي تواجهها قطاع التجارة الإلكترونية، أولا الشحن. حاليا ما يقارب أقل من 5 شركات شحن في السعودية، لابد أن العدد يكبر عشان المنافسة تكبر، ويقدر هالشركات أو تقدر هالشركات تتحمل الضغط اللي راح يكون عليها خلال السنوات القادمة إلى عام 2020. أيضا العامل البشري أو السعوديين والسعوديات في هالقطاع يعتبر قليل جدا. ويأمل الكثيرون أن يساعد نظام التجارة الإلكترونية حال اعتماده في توفير بيئة مناسبة لنمو القطاع، وتصبح الشركات المحلية أكثر وأقوى وتستفيد من السوق المحلي بشكل أكبر. لا زال الزبون السعودي الأكثر شراء من الأسواق الإلكترونية في الدول المجاورة، رغم الإشكاليات في الشراء والتوصيل، لا سيما مع نقص الاستثمارات المحلية في التجارة الإلكترونية وخدماتها محليا. عطل الشمري، سي إن بي سي عربية، الرياض.
مشاهدينا، للحديث أكثر عن قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية ينضم إلي في الأستوديو السيد شوبراداس الرئيس التنفيذي لجوي التابعة لشركة الاتصالات السعودية. إذا سيد شوبراداس أهلا وسهلا بك. نتحدث أولا عن طبعا قطاع الاتصالات يشهد منافسة كبيرة في الشرق الأوسط وأيضا في جميع دول العالم، لكن ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليا؟ شكرا على استضافتي في برنامجكم. بالطبع إذا ما كنت لأشير إلى البعض من التحديات الرئيسة التي يواجهها المشغلون اليوم، أولا بإمكاني أن أشير إلى القدرة على التصميم والتسليم خدمات جيدة وخبرة مشوقة لمستخدمي الجوال في المملكة العربية السعودية. هذا هو التحدي الأول، والسبب يعود إلى أن العالم اليوم قد انتقل إلى الحقبة الرقمية، فإن العملاء على وجه الأخص مع جيل الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بشكل كبير وكل ما هو رقمي، هم بحاجة إلى خدمة تؤمن لهم آنيا كل ما يحتاجون إليه، وينبغي أن تكون مبنية أيضا على الطلب، وخدمة ينبغي أن تكون على التطبيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إذا ينبغي أن تكون أيضا مدموجة مع وسائل التواصل الاجتماعي وقنواتها. إذا نحن اليوم في السوق السعودي أمام هذا التحدي، حيث أنه لدينا نسبة كبيرة من عدد السكان من الشباب، وبالطبع هؤلاء الشباب هم يستخدمون الإنترنت وكل ما هو رقمي، وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، ويريدون من تجربة استخدام الجوال أن تقدم لهم نفس التجربة من حيث تمكنهم من حصول على الخدمة آنيا وتمكنهم من طلب كل ما يحتاجون إليه من جهاز وإلى ما هنالك، ويسلم إلى منزلهم، وأن يحصلوا على دعم العملاء أيضا كل ما احتاجوا إلى ذلك. هم لا يرغبون أبدا بأن يقوموا باتصال بمركز الخدمة والانتظار على الخط لفترة طويلة، هم يريدون كل شيء آنيا. إذا إن تجربتنا مع العملاء تستلزم منا في الأسواق السعودية أن نتماشى مع هذا التغيير السريع. عدد أكبر من المستخدمين يطلبون خدمات جديدة، خدمات رقمية، خدمات تقدم على شبكة الإنترنت أو على شكل تطبيق إلكتروني وأيضا على شكل آني، وفيه الكثير من التصاميم مدموجة مع وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو التحدي الأول، كيف بإمكان المشغلين في المملكة العربية السعودية أن يفوا بهذه المتطلبات الجديدة في الأسواق. لدينا تحديات أخرى للمشغلين في المملكة العربية السعودية أيضا، وبالطبع هي ترتبط بطبيعة ما هو متعارف عليه على مستوى المشغلين، هذا التغير من التركيز والتحول من التركيز على شبكات مبنية على الخدمات الصوتية إلى خدمات رقمية. أي نموذج العمل للمشغلين قد تغير، كانوا يجنون الكثير من الأرباح قبل من الاتصالات الصوتية، ولكن اليوم هناك تركيز على البيانات وأيضا باقات البيانات التي بإمكانها أن تحقق لهم الأرباح، وبالتالي المشغلون عليهم أن يتمكنوا من فعل ذلك، وهذا التحدي على مستوى المنطقة برمتها. هذين هما التحديين للمشغلين، الأول الحاجة لتسليم كل ما يحتاج إليه العملاء، وثانيا الحاجة للتحول إلى هذا النموذج العمل الجديد. نعم. لكن في ظل هذه المنافسة، ما هي الخطط الجديدة للشركات وأيضا لشركتكم للحفاظ على حصتها في سوق الاتصالات؟ بالطبع أن الجميع يحاول تقديم المقترحات الجديدة والاستراتيجيات الجديدة والمخططات، وأيضا كل المشغلين يحاولون قدر الإمكان تقديم منتجات جديدة، تجارب جديدة. وبالطبع نحن جوي قدمنا خدمة جوي، وهي خدمة جديدة تقدمها شركة الاتصالات السعودية STC، وهذه الخدمة كناية عن تطبيق إلكتروني مصمم لتقديم كل ما يحتاج إليه جيل الرقمي في المملكة العربية السعودية. إن شركة الاتصالات السعودية تحاول أن تلبي احتياجات جديدة للأسواق السعودية من خلال تقديم هذه العلامة التجارية الجديدة جوي، وهذه العلامة التجارية تركز بشكل كبير كما تعرفون على إمكانية النظر في متطلبات هذا السوق الجديد الرقمي في المملكة. بالطبع إن المشغلين يجربون كل الخيارات وكل الحلول، وشركة الاتصالات السعودية تتصدى
تقدر هذه التجربة، وقد قدمنا هذه الخدمة ويمكن استخدامها في أي مكان في العالم. شركة الاتصالات السعودية فخورة جدا بدرجة الابتكار في شركتها، إن خدمة جوي قد ركزت بشكل كبير على الاتصالات وصناعة الاتصالات وحولت الأنظار المملكة العربية السعودية، واليوم الجميع فعلا يعترف بمستوى الابتكار المرتفع لخدمة جوي. خدمة جوي طبعا، هل ممكن أن تشرح لنا أكثر بتحديد هذه الخدمة، وأيضا من هي الشرائح ربما المستهدفة بالنسبة لهذه الخدمة؟ إذن تستهدف جيل الشباب في المملكة العربية السعودية، أي جيل الألفية، الجيل الرقمي. ولذلك ما قمنا به في خدمة جوي مثير للاهتمام. نحن قد عملنا على للمرة الأولى أن نؤمن للعملاء، وهذا فعلا فريد من نوعه عالميا. بات بإمكان العملاء أن يصمموا خططهم وباقاتهم بكل سهولة، بإمكانهم مشاركتها بكل سهولة عبر استخدام الأجهزة، بإمكانهم أن يديروا استخدامهم للبيانات في الوقت الآني، بإمكانهم أن يروا كل التفاصيل آنيا، وبإمكانهم أيضا أن يقوموا بالمهام المختلفة عبر التطبيق الإلكتروني أو ما يعرف بأب. هذا يعني أن العملاء ليسوا مضطرين إلى التوجه إلى نقاط البيع أو الاتصال بمراكز المساعدة، هم بنفسهم بإمكانهم أن يفعلوا كل هذه المهام. فإن الجيل الرقمي في المملكة العربية السعودية معتادين على استخدام التطبيقات الإلكترونية المختلفة، لذلك ما قمنا به وأننا قد قدمنا محفظة من الخدمات وقد جمعناها كلها في خدمة واحدة، من حيث كيفية شراء المنتجات، استخدام المنتجات، وأيضا الحصول على الدعم كعملاء. هذه الرحلة التي تركز على العملاء قد تم تخليصها ووضعها وجمعها في خدمة واحدة. العميل بإمكانه أن يقوم بكل ما يريده بنفسه، ما من حاجة للانتظار، كله على شبكات الإنترنت. إنه اقتراح فعلا وخدمة جديدة تسمح لنا فعلا بأن نقدم خدمة أفضل. لقد نقلنا خدمة الجوال إلى رحلة جديدة وأدخلناها كلها في تطبيق إلكتروني مبني على الإبداع، وقد قمنا بذلك بالتعاون مع عدة شركات في سيليكون فالي. واليوم نحن نسمع ضجة كبيرة في صناعة الاتصالات عن هذه الخدمة، حيث يحاولون نقل نفس الخدمة. نعم، نحن نشكرك السيد شبرا داس، رئيس تنفيذي لجوي بشركة STC السعودية، شكرا جزيلا على حضورك معنا. Thank you very much. Thank you. وأيضا قامت السعودية بوضع السعر المتوقع للسندات التي ستطرحها بالأسواق للمرة الأولى بعد التراجعات الحادة في أسواق النفط وما ترتب عليه من عجز في الموازنة السعودية. وستبلغ أسعار سندات الخمس سنوات 160 نقطة أساس من أعلى من تمثيليتها الأمريكية، فيما ستبلغ أسعار سندات العشر سنوات 185 نقطة أساس أعلى من السندات الأمريكية لنفس مدة الاستحقاق، وسندات 30 عام حوالي 235 نقطة أساس، وهي أعلى طبعا من مثيلتها من سندات الخزانة الأمريكية. أيضا في أخبار السعودية، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم أحمد العوهلي خلال مؤتمر الاستدامة بدبي أن منطقة الخليج شهدت خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2016 إقامة 139 مشروعا في مجال البتروكيماويات بقيمة إجمالية بلغت 215 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيان صحفي لاتحاد جيبكا. إذن استحوذ جهاز أبو ظبي للاستثمار على أديا حصة نسبتها حوالي 16.7% من سكوتشيا غاز، وهي شركة متخصصة في توزيع الغاز في بريطانيا مقابل 775 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مليارين و800 مليون درهم. أيضا أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الإماراتية إنها بصدد دمج عمليات كل من ناقلات أبوظبي الوطنية والخدمات البترولية وأبوظبي لإدارة الموانئ البترولية في شركة واحدة، بهدف زيادة الكفاءة، وحيث من المتوقع أن يكتمل الاندماج بحلول نهاية 2017. وستشغل الشركة الجديدة 165 سفينة بما في ذلك ناقلات للغاز الطبيعي المسال وناقلات للبضائع السائبة والكيماويات، وكذلك حاويات سفن لنقل الحاويات. بعد الفاصل، الاحتيال الإلكتروني يكبد المملكة المتحدة 13 مليار دولار ب 12 عاما.
وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. هذه المرة في قطر تبحث النسخة الخامسة بالمنتدى قطر لسلامة النقل في جديد تكنولوجيا السلامة المرورية وأمن الطرقات والمواصلات، وسط تصاعد أرقام الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية والتي فاقت 1,240,000 شخص خلال العام الماضي. لنتابع التفاصيل. نسخة خامسة من منتدى قطر لسلامة النقل تعرض لجديد تكنولوجيا السلامة المرورية وأمن الطرقات والمواصلات، ونافذة إضافية لتبادل الرؤى في المفاهيم والأساليب في مجال الأمن المروري والنظر في التحديات والفرص المتاحة في مجال تأمين سلامة النقل العام ومناطق العمل وفقا لأولويات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تميز هذا المؤتمر بإضافات مهمة جدا لتقليل عدد الحوادث على الطريق، كيفية الطريق، إطلاق دليل قطر المروري وتطبيق دليل استخدامات الطرق، هذه كلها تؤدي إلى إن شاء الله السلامة المرورية. نحن نتحدث هنا عن زيادة السلامة المرورية للمواطنين والمشاة وبإنشاء 15 جسر لعبور المشاة من خلال المدينة بين المجمعات التجارية وفوق الطرق العادية المزدحمة أو الطرق السريعة، وهذه سوف تزيد نسبة السلامة المرورية إلى درجة عالية، حيث أن المشاة لن يجبروا على عبور الشارع من خلال الإشارات العادية. جلسات عمل المؤتمر تمحورت حول دعم وترويج ثقافة الوقاية من الحوادث والسلامة المرورية والإسعاف الأولية والمعالجة الطبية بما يساهم في تقليل نسبة الوفيات والإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق، وسط ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 1,224,000 شخص سنويا، 10% منهم بمنطقة الشرق الأوسط. الالتزام بقواعد وأداب المرور صراحة هي الهدف اللي نحن ننشده، والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، فالانتشار والثقافة المرورية للحمد هذه من الأسباب التي أدت إلى انخفاض الحوادث المرورية. قمنا بإعداد استراتيجية للسلامة المرورية، استراتيجية مدتها 10 سنوات وخطة تنفيذية كل 5 سنوات. الحمد لله احنا في السنة الرابعة وداخلين في السنة الخامسة ونعمل على إعداد الخطة الخمسية الثانية. هناك الكثير من الأشياء التي قمنا بتحقيقها وخصوصا في معدل خفض الوفيات والإصابات الخطيرة. قطر التي تعمل على تطوير أنظمة النقل لديها بما يتماشى والمعايير الدولية ما تزال تسجل أرقاما كبيرة في عدد مخالفات السير التي نهزت 1,700,000 مخالفة في العام 2015، وزيادة في عدد الحوادث المرورية بفعل الازدحام المروري والنمو السكاني الكبير الذي يتجاوز 8%، بالتوازي مع إطلاق الحكومة لعشرات مشاريع الطرق والجسور والأنفاق ومشاريع المترو التي تستكمل قبل العام 2020. هذا واحتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشر عالميا في مجال السلامة المرورية وفق إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة، وأطلقت دليلين للتحكم في السلامة المرورية من أجل الحفاظ على هذه المرتبة. صلاح الدين مقراني، CNBC عربية، الدوحة. ومشاهدينا، على الرغم من حداثة ظاهرة التجارة الإلكترونية في العراق إلا أنها بدأت تشهد نموا متسارعا نتيجة كثرة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لترويج السلع مع خدمات التوصيل المنزلي، متجاوزة المخاوف والظروف الأمنية والسياسية التي تعصف في البلد النفطي. معنا للحديث أكثر عن التجارة الإلكترونية في العالم العربي ضيفي في الأستوديو السيد نور الدين آغا، الرئيس التنفيذي لشركة إليبلز. اسم الشركة؟ إليبلز. إليبلز. أوكي. أهلا وسهلا بك سيد نور الدين. إذا نتحدث أولا عن حجم التجارة الإلكترونية، وآخر الأرقام تقول ربما أنه سيكون هناك 20 مليار دولار بالسعودية حجم التجارة الإلكترونية. ذكرت لي أيضا ربما بالإمارات أيضا هناك 10 مليارات دولار في 2018. كيف ترى هذا التطور بالنسبة للتجارة، أو ما هي العوامل التي ساهمت في هذا التطور السريع؟ نعم، احنا قبل ما نبدأ، التجارة الإلكترونية في المنطقة في الوطن العربي بشكل عام بدأت في
في النمو والثورة التجارة الإلكترونية بدأت في 2010 وهي فترة يعني في الخمس سنين الماضية. وإذا نشوف في 2010 كانت قيمة التجارة أقل من مليار، وصلت في 2015 إلى 3 مليار دولار، 2016 متوقع 6 مليار دولار، وهذا نمو يعني في قطاع التجارة الإلكترونية أكثر من أي مجالات أخرى. التجارة الإلكترونية في العراق هو شيء جدا جديد. إي ليبلز تعتبر الموقع رسميا الموقع الأول في العالم اللي يوصل إلى العراق، وذلك لسبب الصعوبات اللوجستية وعدم توفر الحلول البنكية والبنية التحتية في العراق. هذا التطور كما ذكرت في العالم العربي، أين نحن من التطور العالمي؟ هل نحن قريبين للمستويات العالمية؟ طبعا احنا كوطن عربي لما نيجي للتكنولوجيا والاونلاين والشو اسمه، احنا خمس سنين بيهايند، احنا خلف العالم بخمس سنين في كل شيء تقريبا، وهذا واقع. يعني حتى لما فيسبوك ولا انستغرام يسوون ريليز جديد لاي تطبيق ولا شيء، يوصل الوطن العربي بعد سنه وسنتين، وذلك لسبب بسيط ان احنا الانترنت وكل التطور هذا وصل بعدين. بس كل هذا بسبب الجيل الجديد اللي هم بين 18 و30، والاحصاءات تقول ان 70% من المجتمع في العالم العربي هو اقل من عمر 30، وهم هذا العمر بين 18 و30 هم سبب الثورة اللي قاعدة تصير في الوطن العربي للتجارة عبر الإنترنت. تطور هذه التجارة طبعا وخلقها للعديد من كما رأينا التريليونات أو مليارات الدولارات في العالم، ألا يهدد التجارة العادية بالنسبة للمراكز التجارية؟ المراكز التجارية كلها بأحجامها وكل التجار اللي هم التراديشنال ريتيلرز اللي هم يشتغلوا في المولات والبيع في المول، كلهم رايحين في اتجاه الاونلاين. اكبر البراندات في الدنيا بدأوا من، وحتى المولات بدأوا يحاولوا يستقطبوا مع الاونلاين، لان شاءوا او ابوا الاونلاين راح يكون. ناخذ مثال في امريكا، وول مارت سكروا اكثر من 50%، يسكرون في اكثر من 50% من الريتيل ستورز تبعهم، والريفينيو قاعد يزيد لان قاعدين ينتقلوا من البيع في المحلات الى البيع اونلاين. فهو ما حيضر فيهم لو هم مشوا مع استقطبوا يعني مشوا معه وما وقفوا ضده يعني. يعني هم مجبرين تحول مجبرين الى البيع، يعني شاءوا ان ابوا هم مجبرين لازم ينتقلون، والجميع يعرف ذات كبار الاعمال وصغارهم لازم كل شيء راح يروح اونلاين. قلت لي بان شركتكم ربما هي الاولى في العراق، هل من توسعات جديده وايضا حجم الاستثمارات بالشركه؟ احنا اساسا اكبر سوق لنا هو السوق السعودي طبعا، بعدين يجي سوق الامارات، دخلنا لسوق العراق لنكون الرواد ولنكون الاوائل في العالم. وفعلا احنا لان سوق العراق هو سوق ضخم، بلد نفطي بأموال طائلة وعملة الدولار اللي استخدمها، فنرى توسع ضخم في العراق. ومن ناحية الاستثمارات طبعا بضعة ملايين، وإحنا في صدد نقاشات أخيرة مع مستثمرين سنعلن عليها إن شاء الله في الشهر القادم، مستثمرين كبار في السعودية إن شاء الله. نحن نشكرك سيد نور الدين آغا الرئيس التنفيذي لشركة إليبيز، شكرا جزيلا على حضورك معنا في الأستوديو. شكرا، ثانك يو. أيضا أعلنت فودافون أو شركة فودافون أنها ستدخل في شراكة مع شركة الإنترنت الإيرانية هايويب للمساعدة في تحديث شبكتها والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتصبح مجموعة الهاتف المحمول البريطانية. فودافون أحدت شركة غريبة تعمل في إيران بعد رفع العقوبات، وقالت فودافون أن التعاون مع هايويب في إطار اتفاق شراكة لا يتضمن أسهم وسيفيد عملاء الشركة في العديد من الدول بفضل تحسين خدمات الخط الثابت والهاتف المحمول في البلاد. وارتفعت خسائر الاحتيال الإلكتروني في المملكة المتحدة إلى ما يعادل 210 جنيه استرليني سنويا لكل شخص بالغ، وفقا لدراسة أعدتها Get Safe Online. وقالت الدراسة إن إجمالي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني من عمليات النصب الإلكتروني بلغت 10 مليارات و900 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 13 مليار و380 مليون دولار خلال 12 عام المنتهية في أبريل نيسان الماضي. تخطط شركة علي بابا الصينية لجمع مليار دولار لتمويل التوسع في أعمال منصة كوباي للخدمات المحلية، وهي خطوة قد تسهم في ارتفاع قيمة المشروع إلى 8 مليارات دولار.
هذه المرة في شركة طيران الإمارات والتي تخطط لتخفيض عدد رحلاتها لمدن إفريقية أو تقلص الوجهات هناك إذا استمرت التحديات الاقتصادية والمالية الحالية في القارة. وأوضح رئيس الشركة تيم كلار على هامش مناسبة للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن العمليات انخفضت كثيرا في عدد من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الشركة تدرس فرض رسوم على بعض الخدمات مع استمرار تضررها من صعود الدولار مقابل عملات من بينها الأوروبية الهندية والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني. بهذا مشاهدينا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم جلسة الأعمال، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.